بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي جزء جديد من المنهج بتاعنا اللي هو الماجنتيك. تمام، الماجنتيك عندنا ثلاثة شابترز، شابتر 29، شابتر 30 and شابتر 31. تمام، هو ده شابترز الماجنتيكس اللي احنا علينا الترم ده، واللي ان شاء الله بإذن الله هناخدهم بالتفصيل. هنستعرض مع بعض المواضيع اللي احنا هنمر بيها او التايتلز اللي احنا هنمر بيها من خلال المحاضرة دي. هنتكلم في الاول يعني ايه الماجنتيك فيلد وايه الفرق ما بينه وما بين الالكتريك فيلد، وبعدين هنتكلم على الماجنتيك فورس كماجنيتيود ودايركشن، وبعدين هنتكلم على الموشن بتاع التشارج الموجودة في مجال مغناطيسي، وبعدين هنتكلم على الماجنتيك فورس اون كارنت في واير. تمام، وهنتكلم بعد كده على التورك اون لوب اوف واير ان يونيفورم ماجنتيك فيلد، وفي الاخر هننهي بكونكلوجن. لو انا جيت بصيت على تايتل الشابتر بتاعي هلاقي اسمه ماجنتيك فيلد، واحنا عمالين نتكلم من اول الترم على حاجه اسمها الكتريك فيلد، وفهمنا بالتفصيل يعني ايه الكتريك فيلد. فانا عايزه السلايد دي عايزه افهم من خلالها ايه الفرق ما بين الالكتريك فيلد وما بين الماجنتيك فيلد. فاحنا هنفتكر مع بعض كده خدناها في اول الترم لما جينا اتكلمنا ان اي تشارج موجوده عندي التشارج دي بتكون بنديها رمز اسمه كيو، واتفقنا ان في اريا حواليها هي اللي بتاثر فيها، وان حواليها الاريا اللي حواليها اللي بتاثر فيها هو ده المجال اللي بتاثر فيه التشارج بتاعتي، وبسميه اي لان هو ناتج عن شحنه كهربيه. فبالتالي زي ما هي الكتريك تشارج فالفيلد اللي حواليها بيبقى اسمه الكتريك فيلد. الفيلد ده فيكتور كوانتيتي، وبالتالي بيتقاس له ماجنيتيود وله دايركشن، والمفروض ان هو وانس ان انت عندك شحنه بتبقى داخل الكتريك فيلد بتتاثر بفورس جايه من الفيلد ده. الفورس دي احنا سميناها الكتريك فورس وبتساوي الاي في الكيو. تمام، والفورس دي بتعمل ايه؟ بتخلي الشحنه تتحرك من مكانها من نقطه للتانيه، فبالتالي بتخليها تقدر تعمل ورك. هو ده اللي احنا خدناه من خلال شابتر 23 وكملناه في شابتر 25. تمام، طيب لما نيجي نشوف ده ونشوف قصاده الماجنتيك فيلد، زي ما كان هنا المين او المين كوز بتاع وجود الكتريك فيلد هو وجود شحنه، تمام، يبقى برضو انا هنا لازم يكون عندي سبب لوجود الماجنتيك فيلد. فالماجنتيك فيلد بيبقى نتيجه مثلا لوجود ماجنت. تمام، يبقى لو انا عندي ماجنت موجود عندي هيبقى فيه اريا بتاثر فيه، الاريا دي هي دي هيبقى الفيلد اللي ناتج من المجال المغناطيسي. الماجنتيك فيلد بيبقى له لاينز زيه زي الالكتريك فيلد. احنا اتفقنا الالكتريك فيلد بنعبر عن اللاينز الاتجاه بتاعها دي، والله لو الشحنه دي بوزيتيف بيبقى الالكتريك فيلد طالع منها، ولو هي نيجاتيف بيكون الالكتريك فيلد داخل فيها. ولكن هنا الماجنتيك فيلد اتجاهه دايما من النورث للساوث. تمام، يبقى اللاينز بتاعتنا بتاعه الماجنتيك فيلد دايما بتتجه من النورث للساوث. تمام، احنا بنرمز له زي ما التاني زي ما الالكتريك فيلد بنرمز له برمز اسمه اي، هنا في الماجنتيك فيلد بنديله رمز تاني احنا بنسميه بي. تمام، يبقى اي كتاب من كتاب الفيزيكس هتلاقيه حاطط الماجنتيك فيلد رمز سامبل كده اسمه بي، والبي بي ده بيتقاس بوحده اسمها التسلا. تمام، اي تشارج موجوده كانت في الالكتريك فيلد كانت بتتاثر بقوه، والقوه دي كانت بتبقى ناتجه من الفيلد، فبالتالي عشان الفيلد ده كهربي كنا بنسميها قوه كهربيه. فبالتالي نفس الكلام اي شحنه موجوده جوه مجال مغناطيسي هتتاثر بقوه، القوه دي ناتجه من المجال اللي هو المجال المغناطيسي، فبالتالي بنسميها قوه مغناطيسيه اللي هي ايه؟ ماجنتيك فورس. تمام، احنا في خلال السلايدز اللي جايه او في خلال الشابتر ده هندرس مفهوم الماجنتيك فورس ده بتتحسب ازاي كماجنيتيود وكدايركشن. لو انا حبيت اتكلم على ازاي اقدر احسب الماجنيتيود بتاعه الماجنتيك فورس، فالاول كده لازم افهم الفورس دي ناتجه عن مجال مغناطيسي، ناتجه عن ماجنتيك فيلد. فبالتالي منطقي جدا ان والله طالما انا الفورس دي جايه من ماجنتيك فيلد يبقى هتتناسب مع شده المجال بتاعي، يعني كل ما كان المجال كبير كل ما كانت الفورس دي هتبقى كبيره، كل ما كان قليل كل ما كانت هتبقى دي قليله، وده شيء منطقي وطبيعي جدا بما ان هي بتنتج الفورس دي نتيجه لوجود شحنه جوه المجال بتاعي ونتيجه لوجود شارج جوه الماجنتيك فيلد بتاعي ده، يبقى معنى كده ان اكيد برضو هتعتمد على قيمه الكيو اللي هي قيمه الشارج او قيمه الشحنه اللي بتكلم عليها. وبما ان احنا اتفقنا ان اي فورس بتاثر على شحنه جوه مجال فبتحركها، يبقى طبيعي جدا هتعتمد كمان على الموشن بتاعه الشحنه دي اللي هي هتترجم في صوره فيلوسيتي. يبقى لو جينا بصينا كده يبقى انا كده بتكلم على الماجنتيك فورس، يبقى بتتاثر بقيمه المجال المغناطيسي اللي موجود عندي اللي انا بديله رمز بي، واكيد مع قيمه الشحنه نفسها اللي انا بديلها رمز كيو. وطالما الشحنه دي اتحركت من مكانها يبقى هتتناسب كمان مع الفيلوسيتي بتاعه الشحنه بتاعتي دي اللي هي بتتقاس بالمتر بير سكند. العلماء صاغوا الكلام ده في صوره رول ان الاف بتساوي كيو الفي
كروس البي. الكروس دي اقصد بيها الكروس برودكت، تمام. والكروس برودكت ده بيطلع لك فيكتور، يعني القيمه بتاعته الناتج بتاعك فيكتور، ولما تيجي تفكه بيبقى كيو بي بي ساين ثيتا. يبقى لما تيجي تفك الكروس برودكت بيبقى الكيو في الفي في البي، يعني الفيكتور الاولاني في الفيكتور الثاني تايمز ساين الزاويه اللي ما بينهم، تمام. يبقى دي كيو في بي ساين الزاويه ثيتا. وير ثيتا دي عباره عن ايه؟ دي الانجل اللي بتوين التو فيكتورز اللي هما مين؟ الفيلوسيتي والماجنتيك فيلد، تمام. يبقى تاني، يبقى لو انا عايزه احسب قيمه الماجنتيك فورس بتاعتي هقول انها بتساوي كيو في 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 بي، وير ان كيو هي التشارج بتاعتي، ودي بتتقاس بوحده اللي هي الكولوم، الفي الفيلوسيتي اللي هي بتتحرك بيها، ودي بتتقاس بوحده المتر بير سكند، البي اللي هي الماجنتيك فيلد، وده بتتقاس بوحده التسلا، والثيتا دي هي الانجل بتوين الفي والبي. يبقى طالما احنا قلنا ان الاف بتساوي كيو بي بي ساين ثيتا، وطالما دخل عامل ثيتا او الزاويه بتاعتي في الموضوع من خلال الساين، يبقى طبيعي جدا الفورس دي ممكن تترجم لقيمه مينيمم، ممكن تترجم لقيمه ماكسيمم، ممكن تترجم لقيمه في النص ما بين الاثنين. يبقى لو انا جيت بصيت كده وقلت ان انا الزاويه بتاعتي دي از ايكوال تو 0 او تو 180، هلاقي ساين 0 ايكوال ايه؟ ايكوال 0، وبالتالي الفورس هتبقى مش متواجده او هتبقى ايكوال تو 0 في حاله ان انت الانجل بتاعتك دي هتساوي 0 او 180، تمام. وده معناه ايه؟ معناه طالما احنا اتفقنا ان دي الانجل بتوين الفي والبي، او عشان هما دول اللي بيمثلوا لي الفيكتورز بتوعي، فبالتالي الفي ده الفيلوسيتي والبي ده المجال المغناطيسي، تمام. يبقى معنى كده ان التشارج بتتحرك في بارالل للماجنتيك فيلد، يبقى سواء هي بارالل او انتي بارالل، يعني في اتجاه ان الثيتا بتساوي 0 او الثيتا بتساوي 180، يبقى في الحالتين دول الفورس مش هتبقى متواجده، او هتبقى القيمه بتاعتها از ايكوال تو ايه؟ تو 0، تمام. طيب لو انا جيت اتكلم على الماكسيمم فاليو، الماكسيمم فاليو لمين؟ للفورس اللي انا بتكلم عليها، ان فورس الماجنتيك فورس، اتفقنا ان الفورس بتساوي كيو في بي ساين ثيتا. امتى تبقى ساين ثيتا دي ماكسيمم، او ساين ثيتا الماكسيمم بتاعتنا ايكوال ايه؟ ايكوال 1. يعني الاف هتساوي كيو في بي في حاله ان ساين ثيتا ايكوال 1. يبقى ده بيحصل امتى؟ في حاله ان ثيتا بتاعتي تبقى بتساوي 90 درجه، تمام. يبقى في حاله ان انت، ودي معناها يعني كمان ان انت كان ان الموشن بتاعه الشارج بتاعتك بتتحرك بيربنديكولر على المجال المغناطيسي بتاعك، تمام. يبقى معنى كده طالما الانجل از ايكوال تو 90، تمام، يبقى ده معناه ان انت عندك الفورس دي في الحاله دي هتكون ماكسيمم، وفي الحاله دي هتساوي كيو في بي. خلي بالك الساين ثيتا هي اللي بتساوي واحد، ولكن الفورس نفسها قيمتها كيو في بي، تمام. طيب ان كيس ان الثيتا دي بتاعتي ما بين المينيمم، ما بين الزيرو وما بين الماكسيمم، تمام، يبقى في الحاله دي الفورس دي هيبقى لها قيمه من خلال ساين الزاويه اللي موجوده عندي. زي ما احنا عارفين ان انا من الاول خالص كنت بتكلم على الفورس دي ان هي كميه متجهه، او هي فيكتور كوانتيتي، وطالما هي فيكتور يبقى معنى كده له ماجنيتيود ولو دايركشن. الماجنيتيود انا شفتها هحسبها خلاص من كيو في بي ساين ثيتا. طب بالنسبه للدايركشن، في حاله ان انا عندي ماجنتيك فورس، تمام، بحسب الدايركشن بتاعتها باستخدام الرايت هاند رول. الرايت هاند رول دي كانت بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله بتحط الثمب بتاعك او الابهام بتاعك في اتجاه الفورس، وبعدين تاني صباع عندك هو اتجاه الكرنت، او بمعنى اصح الموفينج تشارج، يعني بمعنى اصح في اتجاه الفيلوسيتي، واخر وتالت صباع بتاعك هو هيكون اتجاه الماجنتيك فيلد، تمام. يبقى دايما دايما الفورس ده بتكون عموديه على البلان اللي فيه ايه؟ اللي فيه الفي واللي فيه البي. يعني الاف دايما عموديه على ايه؟ على الفي والبي، او كارنت والبي، تمام. وده بيفكرنا ان ده بيعاكس تماما الكان اللي بنقوله في الالكتريك فورس، لان الالكتريك فورس كانت بتبقى عامله ازاي؟ كانت دايما بارلل للبلان اللي فيه الكيو، وعشان كده كنا بنقول دايما، او بمعنى صح في المور، يعني في الموشن لاين بتاع الكيو، لان هي في الاخر كانت عباره عن ايه؟ الكتريك فورس بتوين شحنتين، كانت بوزيتيف نيجاتيف اتراكشن او بوزيتيف بوزيتيف ريبولشن، تمام. فبالتالي يا اما كانت يعني دايما دايما في الاتجاه بتاع مين؟ يعني يا اما بارلل يا اما انتي بارلل للاتجاه بتاع الكيو. يبقى هنا لا، ده انا هنا الفورس بتاعتي في الماجنتيك فورس عموديه على الموشن بتاعه الكيوب بتاعتي، تمام. يبقى تاني، يبقى انا بحدد الدايركشن بتاعه الماجنتيك فورس من خلال الرايت هاند رول، اللي هي بتقول لك ان الفورس دايما عموديه على الفي وعلى البي، فبالتالي بتحط الفورس في اتجاه الثمب، وبتحط الفي تاني صباع، وتالت صباع بيكون اتجاه الماجنتيك فيلد. يبقى احنا كده خدنا ازاي نقدر نحسب الماجنتيك فورس كماجنتيود وكدايركشن، وممكن نقدر نحل اي اكزامبل يكون طالب بس المطلوب ده، تمام. يبقى تعالوا نشوف كده الاكزامبل ده. الاكزامبل ده موجود عندنا في ترواي، تمام، وده اول اكزامبل عندنا في الشابتر. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عندك الكترون موجود في التلفزيون بيكتشر تيوب، تمام، وده بيتحرك، تمام، بسبيد. الالكترون ده بتتحرك بسبيد 8 في 10 اس 6 متر بير سكند، تمام. يبقى 8 في 10 تو ذا باور 6 متر بير سكند along the x axis. وبعدين بيقول لك ان والله حوالين التيوب ده في واير، تمام،
وطالما عندك الكويل ده او الواير ده بيمشي فيه كارنت، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ماجنتيك فيلد. فقال لك والله ده حصل كرييشن للماجنتيك فيلد، الماجنتيود بتاعته 0.025 تسلا، وقال لك دايركتد ات ان انجل اوف 60 ديجري تو ذا اكس اكسس، تمام، اند لاين ان ذا اكس واي بلين، كالكوليت ذا ماجنتيك فورس اون ذا الكترون. تمام، يبقى قال لك والله ان انت عندك الكترون بيتحرك في تيوب، والتيوب ده بيتحرك بسرعه قد كده، يبقى اعطاني الفي. وبعدين قال لك والله ده حوالين التيوب ده فيه واير، فبالتالي حصل ماجنتيك فيلد، البي بتاعته بتساوي 0.025، واعطاني الثيتا اللي هي الانجل بتوين الفي والبي. تمام، طب عرفت منين ان هو ان دي الانجل بتوين الفي والبي؟ هو قال لي، هو قال لي ان هي بتتحرك في اتجاه الاكس اكسس، وقال لك والله الماجنتيك فيلد بيعمل زاويه 60 ديجري بين يعني ما بين يعني في الاكس واي بلين على الاكس اكس، فبالتالي يبقى معنى كده ان الانجل بتاعتي بيساوي كام؟ 60 ديجري. عايز يحسب ايه؟ الماجنتيك فورس. طيب انا ما خدتش الا رول واحد لغايه دلوقتي، ان هو اف بتساوي كيو في بي ساين ثيتا. تمام، طيب نخلي بالنا ان انا هنا بتكلم على ماجنتيود، فبالتالي لما باجي احط الكيو ما بحطهاش بالاشاره بتاعتها، بحطها دايما بايه؟ بحطها بالابسوليوت فاليو بتاعتي، يعني سواء كانت الكترون سواء كانت بروتون بحطها بال من غير البوزيتيف او النيجاتيف، بقيمه الشحنه بس. طب هو هنا عاطيني الالكترون ده بيساوي ايه؟ لا هو مش عاطيهولي، بس هو معتمد ان انا عارفه ان دي قيمه ثابته، قيمتها 1.6 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 19. يبقى هعمل ايه؟ هقول والله الاف بتساوي ابسولوت فاليو للكيو تايمز الفي تايمز البي تايمز ساين ثيتا. طب هو عاطيني الكيو؟ 1.6 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 19. عاطيني الفي؟ ايوه. عاطيني السبيد؟ بتساوي 8 في 10 تو ذا باور 6 متر بير سكند. تمام، وبعدين عاطيني البي؟ ايوه. عاطيني البي اللي هي قيمتها 0.025 تسلا. عاطيني الانجل؟ ايوه. عاطيني الانجل انها بتساوي 60 ديجري، يبقى معنى كده ان انا ممكن اكتب ساين 60. هعوض تعويض مباشر على طول، هجيب قيمه مين؟ قيمه الفورس اللي عندي. ما ننساش ان اي فورس عندي بتتقاس بوحده اللي هي اسمها ايه؟ نيوتن، ودي ثابته. اي فورس في الدنيا بتتقاس بوحده اسمها نيوتن. طيب تعال نشوف اكزامبل تاني، بس المره دي هنحل بروبلم بقى مش محلول عندنا في الكتاب، بروبلم نمبر 6. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عندك بروتون موفينج ات 4 تايمز 10 تو ذا باور 6 متر بير سكند ثرو ا ماجنتيك فيلد اوف ماجنيتيود 1.7 تسلا experience a magnetic force of magnitude 8.2 times 10 to the power negative 13 newton. What is the angle between the proton velocity and the field؟ يعني ايه؟ يعني المره دي قال لك والله انت عندك الشارج بتاعتك هتبقى بروتون، وطالما هو قال لي ان هي بروتون يبقى معنى كده ان الكيو بتاعتي جيفن ولا لا؟ المفروض ان هي جيفن، وقيمتها هتكون 1.6 times 10 to the power negative 19، وانا بقى عارفه ان الكيو بتاعتي هتبقى بوزيتيف، ولكن هي سواء بوزيتيف سواء نيجاتيف مش هتاثر لي في قيمه الفورس بتاعتي، لان احنا اتفقنا لما نيجي نشتغل بالفورس بنعوض عن كيوب ابسولوت فاليو. وبعدين عطاني ماجنتيك فيلد، عطاني الماجنيتيود بتاعته اللي هي البي بتساوي 1.7، يبقى عطاني كده الكيو وعطاني البي، وعطاني كمان انها ماشيه بسرعه قيمتها 4 تايمز 10 تو ذا باور 6 متر بير سكند، يبقى عطيني كمان الفي. تمام، وعطاني قيمه الفورس دي اللي بتتاثر بيها الشحنه بتاعتي، قيمتها بتساوي 8.2 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 13 نيوتن. خلاص، يبقى عطيني الاف وعطيني الفي وعطيني البي وعطيني الكيو، مش فاضل لي حاجه غير الانجل، فهو طالب مني الانجل ده. يبقى دي سهله خالص، هقول ايه؟ هقول ان الاف بتساوي كيو في بي ساين ثيتا، هقسم الاف على الكيو في بي هيطلع لي قيمه الساين، هعمل انفرس للكلام ده هيطلع لي قيمه الثيتا اللي موجوده عندي، واكيد اكيد الثيتا دي هي الانجل بين مين ومين؟ بين التو فيكتورز بتوعي. مين الفيكتورز اللي عندي؟ اللي هي الفيلوسيتي والماجنتيك فيلد. لغايه دلوقتي احنا خدنا ايه؟ احنا خدنا ان في حاجه اسمها ماجنتيك فيلد، ولما بتبقى موجوده شارج موجوده فيه بتحصل عليها ماجنتيك فورس، واحنا اتفقنا ان اي فورس بتحصل على الشارج، الشارج دي بتخليها تتحرك من مكانها. طب يا ترى الشارج اللي هتتحرك دي هتتحرك في حركه شكلها عامله ازاي في وجود ماجنتيك فيلد؟ لو بصينا للفيديو اللي قدامنا ده هيلاقيه ان هو ممثل لي ايه؟ ممثل لي ان انا عندي تو بولز بتاعه ماجنت، واحده نورث وواحده ساوث، وطالما عندي ان واس يبقى معنى كده خطوط الماجنتيك فيلد بتاعتي هتبقى متجهه من الان للاس، من النورث للساوث، وعشان كده ممثلها بالاسهم الاسود دي اللي موجوده عندك دي، دي كانها اللاينز او اللي تمثل لي الخطوط بتاعه الفيلد بتاعه الماجنتيك فيلد. تمام، لو بصينا على الشارج اللي هي بوزيتيف اللي موجوده عندي هلاقيها انها عماله تعمل ايه؟ عماله تمشي في شكل دواير كده سبيرال، تمام، من النورث للساوث. يعني ايه؟ يعني كانه هو بيقول لك هنا ان الشارج اللي موجوده عندي جوه مجال مغناطيسي، تمام، بتتحرك في حركه ايه؟ دائريه.
واحنا من خلال الشابتر بتاعنا ده هنفهم هي ليه بتتحرك في حركه دائريه، ليه بتتحرك في سيركلر موشن. الرسمه اللي موجوده في الفيديو دي بتترجم بالظبط للرسمه اللي جنبها اللي هي بتمثل لك السيركلر موشن بتاعه الشارج. مبدئيا كانت عند بوزيشن A وبعد كده راحت لبوزيشن B وبعد كده راحت لبوزيشن C. هو ده اللي هنفهمه بالظبط ازاي اتحركت في البوزيشنز دي بس في السلايد اللي جايه. طيب لو انا جيت عشان افهم انا الشكل الدائري بتاع الموشن بتاعة الشارج دي بيحصل ازاي، فهبتدي بالترتيب ده. هبتدي اشوف شكل البوزيشن بتاعة الشارج وهي موجودة عند بوزيشن A وازاي اتحركت لبوزيشن B، وبعدين هشوف هي ازاي كانت عند بوزيشن B وبعدين اتحركت عند بوزيشن C. بس قبل اي حاجة انا مفترض ان الشارج بتاعتي موجودة بوست اوف شارج بتتحرك في اتجاه اليمين، يعني دايما الموشن بتاعتها تو ذا رايت او البداية بتاعتها تو ذا رايت. وبتكلم كمان على لو انتوا واخدين بالكم ان الماجنتيك فيلد، او لو نفتكر يعني لما بنحط له رمز اكس دي بيبقى كانه البي ان، ولما بحط له رمز دوت بيبقى كان البي اوت. يبقى انا بالنسبه لي هنا الماجنتيك فيلد بتاعي ايه؟ داخل لجوه البيج، تمام. يبقى تاني، يبقى الاسامبشن بتاعتي ان انا عندي بوزيتيف تشارج بتتحرك ناحيه اليمين وعندي الماجنتيك فيلد بتاعي في اتجاه انتو ذا بيج، تمام. لو جينا وقفنا عند بوزيشن A دي وطبقنا الرايت هاند رول اللي احنا لسه كنا شارحينها، اللي هي كانت بتنص على ايه؟ بتنص على ان الثامب بتاعك هو اتجاه الفورس، وبتنص على ان تاني صباع بتاعك هو اتجاه الفي، وبعد كده بتنص على ان التالت صباع هو مين؟ هو اتجاه البي. وجينا طبقنا الكلام ده هنلاقي ايه اللي بيحصل؟ ادي البي ندخله كده لجوه وادي الفيلوسيتي، هنلاقي على طول ان الفورس بتاعتي ابورد، تمام. يعني ايه؟ يعني لو الشحنه كانت بتتحرك لليمين هتتاثر بفورس تحركها شويه لفوق، يعني هي الفورس هتحركها لفوق، فبالتالي بدل ما الفيلوسيتي بتاعتي هتفضل متحركه ناحيه اليمين هيحصل لها ايه؟ هتبتدي تشبي شفتت لغايه لما تبقى ايه؟ بتتحرك لفوق، تمام. وهو ده اللي خلى الشحنه بتاعتي بدل ما هي في البوزيشن ايه اللي خلاها تحصل، خلاها توصل للبوزيشن بي. برضو نفس الكلام لو انا جيت طبقت عند البوزيشن بي الرايت هاند رول، المره دي الفيلوسيتي هي اللي بتتحرك لفوق، تمام، وادي البي ان زي ما هو. يبقى لو انا جربت كده وحطيت البي ان اللي هو ثالث صباع ان وجيت حطيت الفيلوسيتي طالعه لفوق، هلاقي ان انا دلوقتي كان الفورس بتاعتي بتزقها ناحيه مين؟ ناحيه الشمال كده، تمام. يبقى معنى كده بدل ما الفيلوسيتي هتبقى لفوق هتبتدي تتحرك ايه؟ تنحرف ناحيه الشمال. ونفس الكلام هو ده اللي هيوصلها من البوزيشن بي للبوزيشن سي. ولو طبقنا نفس الكلام بالنسبه للبوزيشن سي هنلاقي ان اتجاه الفورس زي ما هو مرسوم هنا عندي. يبقى ده كده بيبين لي اتجاه الموشن بتاعه الشارج بتاعتي، ان هي كانت عند بوزيشن اي وبعدين راحت عند بي، راحت عند سي زي ما انتم شايفين، ده عباره عن ايه؟ عن سيركلر موشن. يبقى نفتكر مع بعض الفيديو اللي كان من كام سلايد كده، ان انا كان عندي نورث وساوث بول وكان عندي انا تشارج، التشارج دي بتتجه بتتحرك في سيركلر موشن كده، تمام، وعندي الخطوط بتاعه الماجنتيك فيلد كانت بتطلعه من النورث للساوث، تمام. نخلي بالنا ان انا دلوقتي لما بيكون عندي، لما طالما انا اتفقت ان انا الشارج بتاعتي بتتحرك في سيركلر موشن، انا هنا عندي نوعين من الفورس مش نوع واحد بس. انا عندي نوع اسمه الماجنتيك فورس، وده انا فهمت جاي منين؟ جاي من فكره ان انا دلوقتي عندي نورث وساوث بول وعندي شارج موجوده فتاثرت بفورس، الفورس دي ماجنتيك فورس جايه من الفيلد. وعرفت جدا ان الماجنتيك فورس هنا الماكسيمم بتاعتي هساوي كيو في بي، تمام. ولكن انا عندي نوع تاني من الفورس موجود اسمه سنتريبيتال فورس، تمام، ودي اللي هي جايه من القوة الدفع المركزيه، تمام. اي جسم بيتحرك في سيركل، تمام، زي كده لما تبقى ماسك حاجه في ايدك وتحركها جامد، او زي مثلا لما نبص للمروحه كده، تمام، هنلاقي انها بتتحرك بحركه دائريه، هلاقي ان عندي في سنتريبيتال فورس. السنتريبيتال فورس دي بتساوي ام في سكوير اوفر الار، تمام. السنتريبيتال فورس بتساوي ام في سكوير اوفر الار، هي جايه اساسا انها ام اف اي، والاي في الحاله دي في حاله يعني لما تبقى عندي في سيركلر موشن بالشكل ده تبقى في سكوير اوفر الار، يبقى ام سكوير اوفر الار. لو جيت بصيت لانا عايز اجيب النت فورس اللي موجوده عندي، يبقى عشان خاطر يفضل الجسم ده في اكليبريوم بالنسبه لي، يبقى اكيد الفورس اللي موجوده عندي سيجما الفورس ايكوال تو زيرو، تمام. ويبقى انا هنا عندي الماجنتيك فورس هتساوي مين؟ هتساوي السنتريبيتال فورس، تمام، لان الاثنين عكس الاتجاه، تمام. يبقى في الحاله دي الاف بتاعتي هتساوي ام في سكوير اوفر الار هتساوي الكيو في بي. يبقى من هنا ممكن اقول ان انا الار بتاعتي لو سبتها في طرف لوحده هيبقى بتساوي ام في سكوير على كيو بي، ومن هنا الار ده يمثل ايه؟ هو الريديوس بتاع السيركلر باث بتاعه الشارج بتاعتي. يبقى الماجنتيك فورس بتخلي الشارج بتاعتي
تمشي في حركة دائرية. الحركة الدائرية دي طالما انا عندي سيركل يبقى لها راديوس، الراديوس بتاع الحركة دي بسميه ايه؟ الراديوس بتاع السيركلر باث، وده بيساوي ام في سكوير اوفر كيو بي. الام هي الماس بتاعت الشارج، الفي الفيلوسيتي بتاعتها اللي هي بتبقى متر بير سكند، الكيو هي قيمة الشحنة نفسها، والبي هي الماجنتيك فيلد اللي هي بتمشي من خلالها. طيب حلو جدا. طب مش انا دلوقتي عارفة ان انا عندي سبيد، والسبيد دي بتساوي ديستنس على تايم، تمام. طب هي الديستنس زائد، مش هي ماشيه في حركه دائريه، بمعنى كده انها ماشيه سيركمفرنس. طب هي السيركمفرنس بتاعتي بتساوي ايه بالنسبه للدائره؟ بتساوي 2 باي ار على التايم اللي هو مين؟ على تي. يبقى الفيلوسيتي هساوي الديستنس على تايم، الديستنس 2 باي ار على تي. يبقى من هنا ممكن اجيب التي في طرف لوحده ان هي 2 باي ار على في. يبقى من هنا البيريود بتاعه الموشن دي، الزمن اللي بتاخده عشان تعمل 1 ريفوليوشن هيبقى بيساوي 2 باي ار على في. يبقى من هنا، يبقى من السلايد دي عرفت ان انا دلوقتي عندي ماجنتيك فورس. الماجنتيك فورس بتاعتي دي ممكن انها طبعا في حاله ان انا عندي حاجه بتلف في حركه دورانيه، يبقى معنى كده انها هتساوي سنتريبيتال فورس بتاعتي. ومن هنا طلعت ان الراديوس بتاعي السيركلر موشن بتساوي ام في سكوير اوفر كيو بي، تمام. دي اول حاجه، تمام. يعني معنى صح ان الار بتاعتي، تمام، بيتناسب مع الام، بيتناسب مع السبيد، ولكن عكسي مع الكيو، مع مين؟ مع البي، تمام. طب لو انا عايز احسب الزمن اللي بياخده التشارج دي، او الزمن اللي بتاخده التشارج دي عشان تعمل لي ريفوليوشن، يبقى هيبقى بتساوي ايه؟ هساوي الديستنس اللي هي السيركمفرنس بتاعه الدايره اللي هي 2 باي ار، وهقسمها على الفي على السرعه بتاعه الشحنه بتاعتي، تمام. طيب نيجي نشوف اكزامبل كده على تاني رول انا خدته، او تاني عنوان انا خدته في الشابتر ده، اللي هو موشن بتاعه الشارج في سيركلر موشن. بيجي يقول لك ايه؟ قال لك والله a proton is moving in a circular orbit of radius 14 سنتيمتر في uniform point 35 تسلا magnetic field. وقال لك ان الماجنتيك فيلد ده perpendicular على الفيلوسيتي بتاعه البروتون، وعايز يحسب السبيد بتاع البروتون ده. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان انت عندك بروتون ماشي في حركه دائريه، النص القطر بتاعك بيساوي 14 سنتي، وده موجود في ماجنتيك فيلد بي، القيمه بتاعته بتساوي 0.35 تسلا، تمام. وقال لك والله الماجنتيك فيلد ده عمودي على اتجاه الحركه. يعني ايه؟ يعني الثيتا بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي 90، تمام. عايز يحسب السبيد بتاعه البروتون ده، تمام. يبقى طالما انا الثيتا بتاعتي بتساوي 90، يبقى انا ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول والله ان الاف بتاعتي هتساوي سنتريبيتال فورس اللي هي في السيركلر موشن بتاعتي. فمن هنا اقدر اقول ان الار بتساوي ام في على كيو بي زي ما احنا كنا قايلين قبل كده. ومن هنا اطلع قيمه الفي انها بتساوي الكيو في البي في الار على الماس. الماس هنا بتاعت مين؟ بتاعت الشحنه. الشحنه هنا مين؟ شحنه بروتون. فبالتالي هلاقي ان الشحنه بتاعت البروتون الماس بتاعتها 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 27. خلي بالنا ان هو هنا عاطيني الراديوس بسنتيمتر، فبالتالي لازم احوله لمتر. يبقى لو انا هعوض بتعويض مباشر فقانون الكيو هيساوي 1.6 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 19. هي دي الشحنه بتاعه البروتون او بتاعه الالكترون، مش فارقه، هما الاثنين عندهم نفس الشحنه. البي اللي موجود عندي هنا ماجنتيك فيلد اللي هي بتساوي 0.35. التسلا هي كده كده اوريدي عاطيها لي، فمش محتاجه تتحول. الار عاطيها لي 14 سنتيمتر، يبقى هحولها، يبقى هقسم على 100، يبقى عشان كده ضاربين في 0.14، وهقسم على الماس بتاعه البروتون اللي هي 1.67 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 27. هطلع القيمه بتاعتي، وهي دي هتكون الفيلوسيتي بتاعه البروتون. نخلي بالنا ان الفيلوسيتي بتتقاس بوحده متر بير سكند. طيب تعال نشوف اكزامبل تاني، بس المره دي هنحل بروبلم بقى مش محلول عندنا في الكتاب، بروبلم نمبر 6. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عندك بروتون موفينج ات 4 تايمز 10 تو ذا باور 6 متر بير سكند ثرو ا ماجنتيك فيلد اوف ماجنيتيود 1.7 تسلا. Experience a magnetic force of magnitude 8.2 times 10 to the power negative 13 newton. What is the angle between the proton velocity and the field? يعني ايه؟ يعني المرة دي قالك والله انت عندك الشارج بتاعتك هتبقى بروتون، وطالما هو قال لي ان هي بروتون، يبقى معنى كده ان الكيو بتاعتي جيفن ولا لا؟ المفروض ان هي جيفن، وقيمتها هتكون 1.6 times 10 to the power negative 19. وانا بقى عارفة ان الكيو بتاعتي هتبقى بوزيتيف، ولكن هي سواء بوزيتيف سواء نيجاتيف مش هتأثر لي في قيمة الفورس بتاعتي، لان احنا اتفقنا لما نيجي نشتغل بالفورس بنعوض عن الكيوب ابسوليوت فاليو. وبعدين عطاني ماجنتيك فيلد، عطاني الماجنتيود بتاعته اللي هي البي بتساوي 1.7، يبقى عطاني كده الكيو وعطاني البي، وعطاني كمان انها ماشيه بسرعه قيمتها 4 تايمز 10 تو ذا باور 6 متر بير سكند، يبقى عطيني كمان الفي، تمام. وعطاني قيمه الفورس دي اللي بتتاثر بيها الشحنه بتاعتي، قيمتها بتساوي 8.2 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 13 نيوتن. خلاص، يبقى عطيني الاف وعطيني الفي وعطيني البي وعطيني الكيو، مش فاضل لي حاجه غير الانجل. فهو طالب مني الانجل ده، يبقى دي سهله خالص. هقول ايه؟ هقول ان الاف
بتساوي كيو في بي ساين ثيتا، هقسم الاف على الكيو في بي هيطلع لي قيمه الساين، هعمل انفرس للكلام ده هيطلع لي قيمه الثيتا اللي موجوده عندي. واكيد اكيد الثيتا دي هي الانجل بتوين مين ومين، بتوين التو فيكتورز بتوعي، مين الفيكتورز اللي عندي اللي هي الفيلوسيتي والماجنتيك فيلد. طيب لو انا دلوقتي عايزه احل البروبلم ده، هفتكر الايكويشن اللي انا خدتها في شابتر 25 اللي كانت بتقولك ان الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي عند نقطه هيساوي الكاينتيك والبوتنشال عند نقطه تانية. تمام، يبقى انا دلوقتي لو انا عايزه اجمع الكاينتيك لوحدها والبوتنشال لوحدها، هقدر اقول ان كاينتيك انرجي والكاينتيك انرجي 1 ماينس كاينتيك انرجي 2 هيساوي بوتنشال انرجي 2 ماينس بوتنشال انرجي 1. البوتنشال انرجي كنت بعوض عنها بانها في سي كيو، والكاينتيك انرجي بعوض عنها هاف ام في سكوير. يبقى كاينتيك انرجي 1 ناقص كاينتيك انرجي 2 هيبقى هاف ام في 1 سكوير ماينس هاف ام في 2 سكوير، وعندي بوتنشال انرجي 2 ناقص بوتنشال انرجي 1 هتساوي في 2 في كيو ماينس في 1 في كيو، او ان انا اقدر اخد الكيو كومن فاكتور فتبقى في 2 ماينس الفي 1. تمام، طيب انا دلوقتي عرفت ان انا الفي 1 بزيرو، ليه؟ لانها اتحركت من الرست. يبقى التاني كاني بقولك نيجاتيف نص ام في 2 سكوير ايكوال 2 في كيو في دلتا في. تمام، طيب انا دلوقتي مش عايزه اسيب النيجاتيف هاف دي موجوده، نيجاتيف هاف ام دي مش عايزاها، فبالتالي هعمل ايه؟ هضرب في 2 في المعادله كلها واقسم على ام في المعادله كلها. يبقى لو انا ضربت في 2 ايه اللي هيحصل؟ هيبقى كان عندي نيجاتيف الفي 2 سكوير بيساوي 2 في كيو في الدلتا في على ام. نخلي بالنا ان انا هنا بتكلم على يعني الجزء ده كنت بستخدمه في الشابتر بتاع البوتنشال، فهنا كان بيطلع لي كميه سكيلر، فبالتالي السرعه عشان تبقى سكيلر يبقى بعوض عن الكيو بالبوزيتيف وبالنيجاتيف. يبقى لو هي الكترون هعوض عنها بنيجاتيف، ولو هي بروتون هعوض عنها بوزيتيف. هنا الكترون يبقى هعوض عنها بنيجاتيف، نيجاتيف 1.6 في 10 to the power نيجاتيف 19 كولوم. النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف، يتفضل لك ان الفي 2 هتساوي الروت بتاع 2 في كيو في الدلتا في اوفر الام. لو عوضنا بالداتا الموجوده عندنا هيطلع لي 1.1 في 10 to the power 7 متر بير سكند. طيب هو خلي بالك هو كان عايز يحسب ايه؟ هو مش كان عايز يحسب السرعه، السرعه دي كنت بحسبها عشان احسب الحاجه اللي هو عايز نحسبها. وعايز نحسب ايه؟ عايز نحسب الماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد بيساوي ام في على كيو في الار، الام هي الماس اللي انا بعوض عنها ب 9.1 في 10 to the power negative 31، في الفيلوسيتي اللي انا لسه دلوقتي حاسباها 1.1 في 10 to the power 7 هقسمها على الكيو اللي هي الشحنه بتاعه الالكترون اللي هي بتساوي 1.6 في 10 to the power negative 19 تايمز الار اللي هو اساسا عطهولي بالسنتي، يبقى هحوله بالمتر هيطلع لك 0.075 متر. كل الكلام ده لو عوضته هيطلع لك 8.4 في 10 to the power negative 4 تسلا. البروبلم دي بروبلم مهمه جدا وفيها فكره حلوه. يبقى احنا لغايه دلوقتي خدنا ايه؟ خدنا ان في حاجه اسمها مجال مغناطيسي، وخدنا ان لو انا عندي تشارج موجوده جوه ماجنتيك فيلد هتتاثر بفورس، والفورس دي هتخليها تتحرك وهتتحرك في سيركلر موشن.
تمام. نيجي بقى دلوقتي نشوف، طب والله لو انا دلوقتي عندي واير موجود في ماجنتيك فيلد، والواير ده انا حطاه موصلاه بباتري زي ما موجود في الفيديو اللي عندنا ده، انا هنا عندي ايه، انا عندي فيديو تمام بيقول لك ايه، بيقول لك ان انا عندي باتري موصلاه بواير تمام، وطالما انا عندي باتري متوصله بواير تمام وعامله لها اون، يبقى ايه اللي هيحصل، هيمشي كارنت تمام. وطالما مشى كارنت دلوقتي موجود عندي في الواير ده، جيت حطيت الواير ده بتوين ماجنتيك فيلد، يعني جبت منين الماجنتيك فيلد ده، حطيته ما بين النورث والساوث بتاع ماجنتيك ايه، ماجنتيك ماجنت يعني تمام. فبالتالي ايه اللي هيحصل، بصوا بقى ايه اللي حصل هنا، اللي حصل ان الواير نفسه اتحرك تمام، اللي حصل ان الواير نفسه اتحرك، اتحرك نتيجه لايه، نتيجه للماجنتيك فورس بتاعتي. الله، طب وهو ازاي ده حصل؟ حصل كالاتي، ان انت دلوقتي وانس ان احنا اتفقنا ان انا دلوقتي لو انا عندي موشن، لو انا عندي تشارج موجوده في ماجنتيك فيلد، هتبتدي تتحرك وهتتحرك حركه دائريه. يبقى لو بصينا بقى، انا دلوقتي الكرنت ده عباره عن ايه، عباره عن فلو من التشارج، يبقى بالتالي كل تشارج فيهم هتتاثر بفورس، وكل واحده فيهم، كل تشارج فيهم هتتاثر بفورس، هتمشي حركه دائريه. وعشان كده جاي في الفيديو راح ماشي لك الايه، راح مخلي لك الالكترونز كانها بتتحرك في دوائر اهي، ودي خلت الواير نفسها يتحرك كله ان سيركلر موشن رايح في الاتجاه التاني اللي هو ايه، اتاثر بالماجنتيك فورس اللي موجوده عندي ده. يبقى تاني، يبقى وانس ان انا موجود عندي واير اتوجد في مجال مغناطيسي، ايه اللي هيحصل للواير ده، هيبتدي يتحرك، هيتحرك نتيجه ايه، نتيجه للماجنتيك فورس تمام. طيب نيجي نشوف، طب انا عايز احسب الاف اللي اثرت على الواير ده بتساوي ايه، قال لك والله الاف دي بتساوي، مش احنا واخدين ان الاف اللي بتاثر على التشارج الواحده بس بتساوي اللي هي موجوده في ماجنتيك فيلد بتساوي كيو في بي ساين ثيتا تمام. طيب لو انا جيت افترضت ان انا دلوقتي المجال اللي موجود عندي ده اتفقنا ان احنا دلوقتي الثيتا دي تمثلي اللي هي الانجل بتوين مين، بتوين الفيلوسيتي وبتوين البي، جميل. طيب مش انا دلوقتي عارفه ان الفيلوسيتي بتساوي ديستنس على تايم تمام، وانا عارفه كمان ان انا الكيو بتساوي الكيو الاي يعني، او الكرنت بتاعي بتساوي كيو بير تايم. يبقى لو انا شلت الكيو وحطيت بدلها اي بير تايم يعني اي في تايم تمام، يبقى معنى كده ان انا هقدر اقول ان الاف بتساوي اي في تي في 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 في, في البي ساين ثيتا. طيب لو انا جيت بصيت كده، هو انا دلوقتي مش انا عارفه ان الفيلوسيتي بيساوي ديستنس على تايم، يبقى معنى كده ان الديستنس بيساوي الفيلوسيتي في التايم. يبقى لو خدت الفي في التي دي اقدر اعوض عنها واقول ان هي دي مين، الديستنس اللي هي ماشيها، الديستنس اللي مشيتها مين، الشارج. طب وهي الديستنس دي مشيتها فين، مش مشيتها في الواير يعني اللينس بتاعت الواير بتاعي. يبقى معنى اصح ممكن اقول ان الاف هتساوي اي ال بي ساين ثيتا اللي انتوا كنتوا واخدينها زمان في الثانويه عامه ان هي بال ساين ثيتا تمام. يبقى تاني، يبقى لو انا عايزه احسب الفورس اللي بتاثر على واير شايل كارنت موجود في ماجنتيك فيلد، هقول انها بتساوي اي ال بي ساين ثيتا، الاي هو الكارنت اللي ماشي في الواير ده، ال هو طول الواير نفسه، البي المجال المغناطيسي اللي موجود فيه الواير، والثيتا هي الانجل بتاعتي بتوين الواير نفسه وبتوين الفيلد اللي موجود عندي تمام. وطالما انا بتكلم على فورس يبقى بتكلم على فيكتور، يبقى بالتالي ان انا بتكلم هنا على اليونت بتاعتي المفروض تبقى ايه، تبقى نيوتن. يبقى معنى كده لو انا عايزه احسب قيمه الفورس اللي بتاثر على الواير بتاعي اللي موجود في ماجنتيك فيلد، هقول ان هو بيساوي اي في ال في بي في ساين ثيتا، وطالما دخل ساين ثيتا عامل معايا تمام، يبقى معنى كده ممكن تبقى القيمه بتاعه الفورس دي زيرو، ممكن تبقى القيمه بتاعه الفورس دي ماكسيمم اللي هي ايه، ساين ثيتا ايكوال واحد، دي اقصى قيمه لمين، للساين. يبقى في الحاله دي الاف هتساوي اي ال بي بس تمام. طب امتى تبقى بزيرو وامتى تبقى ب1؟ فقالك والله لو انا الثيتا بتاعتي دي بيساوي زيرو او 180، في الحاله دي ساين زيرو از ايكوال تو اي تو زيرو، يبقى في الحاله دي الفرصه هتبقى بزيرو، يبقى مفيش فرصه هتاثر على الواير، يبقى مش هيتحرك. طب امتى ده يحصل؟ امتى ده يحصل؟ لما يكون الواير بارلل او انتي بارلل للماجنتيك فيلد. يبقى لو انا الماجنتيك فيلد بتاعي، لو انا الواير بتاعي ما قطعهوش بمعنى اصح، يعني بمعنى اصح بارلل عندي في الاتجاه بتاع الماجنتيك فيلد او معاكس له، يبقى في الحاله دي مش هيكون في فورس مأثره على الواير، فبالتالي مش هيتحرك من مكانه. طيب في حاله ان انت دلوقتي الماجنتيك فيلد بتاعك ده عمودي على الواير او على الموشن بتاعت الالكترون اللي في الواير دي تمام، يبقى معنى كده طالما انا الواير بتاعي قاطع الماجنتيك فيلد كده تمام، يبقى معنى كده ان الزاويه بتاعتي 90 ديجري، في الحاله دي الاف بتساوي ايه، اي ال بي بس. ليه؟ لان ساين ثيتا هيساوي ايه، هيساوي واحد. امتى؟ في حاله ان ثيتا بتاعتي هيساوي 90. نفتكر ثيتا دي الزاويه ما بين مين ومين، ما بين الماجنتيك فيلد اللي هو البي وطول الواير بتاعي او الواير بتاعي اللي موجود تمام. طيب ان كيس ان الثيتا دي بتوين الزيرو وبتوين الماكسيمم، يبقى في الحاله دي الفرصه عندي هتبقى قيمه في النص ما بين الاثنين تمام.
طيب تعالوا نشوف بروبلم على الكلام ده. هناخد بروبلم 33. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عندك كارنت كوندكتور، يعني شايل كارنت بيساوي 15 امبير، وده موجود في الدايركشن بتاعه البوزيتيف اكس اكسس، تمام، وبيربنديكولار تو ا يونيفورم ماجنتيك فيلد. يبقى الكارنت ده او الواير ده عمودي على اتجاه الماجنتيك فيلد، تمام. يبقى الزاويه بتاعتي بتساوي 90، يبقى اكيد كده لو انا بتكلم على فورس يبقى ساين ثيتا بيساوي ايه؟ بيساوي 1. جميل. الماجنتيك فورس بير يونت لينث بتساوي 0.12 نيوتن على متر. يعني يعني بيقول لك الفورس بير يونت لينث، يعني كان قاسم لك الفورس على ال L، قاسم لك الفورس على طول الواير اللي موجود عندك، تمام، يبقى بيساوي 0.12 نيوتن بير متر، تمام. وبيقول لك انها موجوده في نيجاتيف واي دايركشن. بيقول لك عايز يحسب الماجنيتيود بتاعه الماجنتيك فيلد اللي هو من خلال الريجن اللي بيمر فيه الكارنت، تمام. طيب عايز يحسب ايه ماجنيتيود بتاعه الماجنتيك فيلد؟ اللي هو عايز يحسب مين؟ البي. طيب وهو عطيني كارنت كارين كوندكتور، كوندكتور تمام شايل كارنت بتاعه 15 امبير، تمام جميل. يبقى مفيش اكتر رول بالنسبه لي انا جه في دماغي، انا عندي واير موجود في ماجنتيك فيلد ومرر فيه كارنت ومرر فيه وعايز يحسب البي، يبقى اكيد اكيد بتكلم على الرول بتاع الفورس اللي بتاكت على واير في ماجنتيك فيلد. الفورس بيساوي بي اي ال ساين ثيتا. طيب خلي بالك هو هنا عطيك مش الفورس، لكن هو عطيك الفورس بير يونت لينث، يعني كان قاسم لك الفورس على الال. هو عايز يحسب مين؟ عايز يحسب البي. يبقى هسيب البي في طرف لوحدها، يبقى كاني قاسمه الاف على اي ال بي ساين ثيتا، ساين ثيتا ب1، يبقى كاني بقول لك الفورس على الال ديفايدد باي ال ساين ثيتا. لما نيجي نتكلم على الموضوع ده هنلاقي ان هي اول ما نيجي نعوض بالقيم الموجوده عندي، الفورس على ال كلها على بعضها بيساوي 0.12، الاي بيساوي 15، وساين ثيتا اللي هي ساين 90 اللي هي ب1. لو جينا عوضنا بالكلام ده هيطلع لك 8 في 10 to the power negative 3 تسلا، تمام. يبقى ده الانسر بتاع بروبلم 33 اللي هو بيتكلم على الفورس اللي بتاكت على واير موجود في ماجنتيك فيلد. دلوقتي احنا هنتكلم على اخر تايتل من التايتلز بتاعه الشابتر ده اللي هو التورك. ازاي اقدر احسب التورك اللي هو ناتج عن وجود كارنت لوب موجوده في ماجنتيك فيلد؟ في الاول كده هنيجي نبص على الفيديو اللي موجود قصادنا، هنلاقي ان انا عندي هنا الماجنتيك فيلد لاينز ممثله بخطوط لونها ازرق وموجوده هنا ومكتوب عليها حتى بي، تمام. وعندي في النص عندي كارنت لوب ومتوصله بالبوزيتيف والنيجاتيف بتاعه باتري علشان خاطر تولد فيها الكارنت. وانس ان اتولد الكارنت اللي موجود عندي ده هيمشي في اللوب، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيتاثر بفورس، تمام. ولكن كل ضلع من الاضلع بتاعه الواير ده هيتاثر المفروض بفورس، ولكن لما يكون الضلع ده يكون بارلل لاتجاه الماجنتيك فيلد لاينز يبقى معنى كده في الحاله دي مش هيكون عندي فورس، لان احنا اتفقنا ان الفورس بيساوي ايه؟ بي اي ال ساين ثيتا، والثيتا دي هي الانجل اللي بتوين مين ومين؟ بتوين الكرنت او اتجاه الواير بتاعي واتجاه الماجنتيك فيلد، تمام. فبالتالي لما الانجل بتاعتي دي هنا هتساوي صفر يبقى معنى كده الاثنين بارل، يبقى مش هيبقى عندي اي فورس. يبقى بمعنى اصح عشان كده انا بقى عندي فورس في ضلعين الاثنين اوبوزيت لبعض، والتو فورسز دول كل واحده اوبوزيت للثانيه، فبالتالي واحده تتحرك لفوق والثانيه تتحرك لتحت، فبالتالي كان الواير لوب دي بيحصل ايه؟ بتتحرك، تفضل تتحرك كده عندي، واحده لفوق واحده لتحت، تفضل ايه؟ تتحرك عندي. وهو ده فكره بالظبط الموتور اللي موجود هنا، تمام. يبقى انا لما عندي انا واير لوب موجوده في ماجنتيك فيلد ايه اللي هيحصل؟ هيمر كارنت، الكارنت لو اللوب دي متوصله بباتري هيمر فيها كارنت، الكارنت اللي هيمر عندي ده هيولد فورس، تمام. هتتاثر يعني الواير ده هيتاثر بالفورس اللي ناتجه من الماجنتيك فيلد، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يحرك الواير في اتجاهين، واحد لفوق
واحد لتحت، فبالتالي يحصل ايه الواير لوب دي بتاعتي هيحصل لها ايه، هتتحرك بتاعتي، وفي الحالة دي هيبقى نفس فكرة عمل الموتور. في الجزء ده انا شرحه لك بالتفصيل اشمعنى انا لما بيبقى حاطه واير لوب موجوده عندي ما بين اطراف ماجنتيك فيلد ليه بيتعمل شكل الفورسز واحد لفوق وواحد لتحت، وليه في حاجات بتتكنسل. فدي تعالوا كده نشوف مع بعض. اول حاجه الحاجات اللي المفروض عندي ان انا دلوقتي الماجنتيك فيلد الاتجاه بتاعه رايح ناحيه اليمين خلاص، وادي الواير بتاعي على شكل ريكتانجلر تمام، ومتقسم لاربع اضلاع، اضلع سايد مكتوب عليه 1، سايد مكتوب عليه 2، سايد مكتوب عليه 3، وسايد مكتوب عليه 4 تمام. وزي ما اتفقنا ان دي ريكتانجلر لوب، فبالتالي لها طول اسمه A ولها عرض اسمه B تمام. طيب لو جينا بصينا كده هلاقي اتفقنا ان انا الكرنت ان اللوب دي متوصله ببطري وهيمر من خلالها كرنت، فهلاقي اتجاه الكرنت اللي مر هيبقى في الاتجاه بتاع مثلا اللي هو السايد اللي هو نمبر 4 هنلاقيه طالع لفوق، في السايد ان هو نمبر 1 هنلاقيه ماشي ناحيه اليمين، في السايد اللي هو نمبر 2 هنلاقيه ماشي تحت، وفي السايد نمبر 3 هنلاقيه ماشي تو ذا رايت تمام. يبقى بمعنى اصح كانها بتمشي ايه انتي كلوك وايز بالشكل ده تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اشوف الفورس اللي بتاكت على كل سايد من السايدز دي، بحيث ان انا اعرف هي اشمعنى اللوب دي بتتحرك، اشمعنى بتلف، او ليه بمعنى اصح اتفضل تو فورسز واحده لفوق واحده لتحت. فتعالوا كده نبص، احنا اتفقنا ان انا دلوقتي لما بيكون عندي الواير بارلل للماجنتيك فيلد الفورس عندي بتتكنسل، لان الزاويه اللي بتوين الفيلد وبتوين الواير بتكون بتساوي ايه، بتساوي زيرو تمام. يبقى في الحاله دي فين الماجنتيك فيلد بتاعي؟ اهو بي، بي ده اتجاهه ناحيه الرايت تمام، يعني اتجاهه في اتجاه البوزيتيف اكس اكسس خلاص. يبقى بالتالي اي واير او اي سايد هيكون بارلل او انتي بارلل للواير للاتجاه بتاعي البي ده هيتكنسل فيها الفورس. يبقى هنلاقي انهي واير اللي بارلل له، هنلاقي الواير اللي هو السايد نمبر 3 هو اللي بارلل اتجاه البي، وهنلاقي سايد نمبر 1 انتي بارلل اتجاه البي، يعني ايه؟ يعني بارلل بس للناحيه الثانيه تمام. يبقى في الحالتين دول عشان كده الفورس في سايد نمبر 1 وسايد نمبر 3 هتساوي ايه؟ هتساوي زيرو تمام. جميل، يبقى معنى كده التوتال فورس اللي موجوده عندي دي هتكون اللي هي ناتجه من نمبر 2 ومن ايه ومن نمبر 4 تمام. جميل خلاص. طيب نيجي نبص بقى دلوقتي على الكرنت في حاله نمبر 2 والكرنت في حاله نمبر 4. يبقى انا دلوقتي عندي انا بستخدم ايه؟ انا بستخدم الرايت هاند رول بتاعتي اللي هي كانت بتنص على ان الثمب اتجاه الفورس، الثاني صبع هو اتجاه الكرنت، والثالث واحد هو اتجاه الفيلد. لو جينا طبقنا الكلام ده هنلاقي ان انت عندك في سايد نمبر 2 تمام هتلاقي الماجنتيك فيلد بتاعك رايح ناحيه اليمين تمام، وهتلاقي الكرنت بتاعك طالع احنا ايه في سايد نمبر 2 هنلاقي ان الكرنت بتاعك نازل لتحت، فبالتالي هتلاقي الفورس اتجاهها طالع لفوق. لو جيت بصيت في السايد نمبر 4 هتلاقي العكس تماما، هتلاقي ان انت اتجاه الكرنت لفوق واتجاه البي ناحيه اليمين، فهتلاقي الفورس نازله عندك ناحيه تحت. يبقى هتلاقي عندك تو فورسز واحده لفوق واحده لتحت. يبقى دول كده هيعملوا ايه؟ هيمرروا، هيخلوا اللوب بتاعتي تعمل ايه؟ هيخلوها انها تتحرك تمام. هو ده السبب الاساسي ان اللوب بتاعتي بتتحرك، ان انا عندي في فورسز اتكنسلت نتيجه انها بارلل الماجنتيك فيلد، والفورسز الموجوده على الضلعين التانيين بيعكسوا بعض، فبالتالي بيخلوا اللوب بتاعتي يحصل لها ايه؟ يحصل لها تتحرك. خلي بالك هي بتتحرك هنا ناحيه اكس، ناحيه اكس اسمه او، والمسافه بين الفورسز دي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها الارم اللي هي ايه، بنسميها بنطلق عليها الارم بتاع الفورس ده تمام. وهي طبعا احنا اتفقنا ان الطول ده اسمه اصلا بي تمام. يبقى المسافه من الاو للفورس نفسها بتبقى بي اوفر 2، والمسافه من الاو للفورس الثانيه اللي هي اف 2 هتساوي برده بي اوفر 2. طيب يبقى احنا كده شفنا يعني ايه التورك، وازاي التورك ده بيخلي اللوب بتاعتي تتحرك بالشكل ده بتوين الماجنتيك فيلد تمام. الفكره بقى كلها ان انا عايز احسب التورك ده بيساوي ايه. انا عارفه ان انتوا كلكم عارفين الرول بتاعه من ايام ثانويه عامه، ان انا لو جيت قلت لك احسب لي التورك هتقولي بي اي ان هو ده التورك اللي موجود عندي. بس هي الفكره مش ان انا ابقى عارفه الرول، هي الفكره ان انا ابقى عارفه هو الرول ده طالع كده ليه، حتى لو انا مش هستخدمه وحتى مش لو مش عليا البروف، بس عشان ابقى فاهمه انا بتكلم في ايه. فلو جينا بصينا كده انا دلوقتي اتفقت ان اللوب بتاعتي دي بتساوي شكل ريكتانجلر وعندها تو سايد، سايد اي وسايد بي تمام. فلو انا جيت قلت لك ان انا عايزه احسب التورك اللي موجود عندي، التورك ده ناتج من الفورس تمام، وبالتالي بما ان انا ما عنديش الا تو فورسز يبقى جاي من التو فورسز دول تمام. هو التورك بيساوي ايه؟ بيساوي الاف في المومنت ارم تمام، اللي هو المسافه ما بين الفورس نفسها للبوينت او تمام. طيب يبقى لو انا جيت قلت ان انا دلوقتي عندي تو فورسز يبقى هيبقى عندي تورك نتيجه للفورس الاولانيه وتورك نتيجه للفورس الثانيه. التورك النتيجه للفورس الاولانيه هيساوي اف 2
2 في المسافه من الفورس للاو، تمام. ولو انا جيت بصيت على التورك اللي جاي من الفورس الثانيه اللي هي النتيجه الاف 4 تايمز المسافه من الاف 4 للاو، تمام. احنا اتفقنا المسافه من الاف 4 للاو اللي هي بتساوي ايه؟ بي اوفر 2. يبقى بمعنى اصح الفورس دي ناتجه منين؟ الفورس دي ناتجه من مرور كارنت فواير، صح كده ولا لا؟ مرور كارنت فواير، تمام. والواير ده موجود فين؟ موجود في ماجنتيك فيلد، تمام، لانها جايه من الماجنتيك فيلد. وبالتالي يبقى معنى كده ان انا ممكن اقول انها بتساوي اي ال بي. يبقى معنى كده لو انا عايز احسب اف 2 او اف 4 هساوي الاي هو الكارنت اللي موجود عندي، طب ال اللي هي الطول بتاعي، تمام، في بي ال دلوقتي 2 او 4، السايد ده طوله ايه؟ اهو مكتوب عليه طوله ايه، تمام. يعني في الفيديو الاولانيه كده مكتوب عليه اهو طوله ايه. يبقى معنى كده ممكن اشيل ال واحط بدلها ايه، ودي البي اللي هو الماجنتيك فيلد بتاعي، تمام. يبقى معنى كده ان الاف 2 او الاف 4 القيمه بتاعتهم هنا هي بتساوي اي في الطول بتاع الواير اللي هو 2 او 4 اللي هو ايه تايمز البي، تمام. طيب يبقى لو انا عايزه احسب قيمه التورك، التورك اللي ناتج عن قوه واحده بس بيقول ان هو بيساوي الفورس في المومنت ارم، تمام. واتفقنا المومنت ارم ده هي المسافه من الفورس للاكس اللي بتلف حواليه اللي هو او، اللي هو اتفقنا ان هو بيساوي بي اوفر 2. طب هو انا عندي دلوقتي الفورس التورك ده ناتج منين؟ ناتج من تو فورسز، واحده اسمها اف 2 وواحده اسمها اف 4. يبقى الفورس في المومنت ارم ده التورك بتاع الاولانيه، تمام، بلس التورك الثاني اللي هو جاي من الفورس تايمز المومنت ارم. طيب هو الفورس مش احنا اتفقنا اف 2 او اف 4 بيساوي اي اي في بي، تمام. يبقى معنى كده ان انا لو انا خدت اي اي في بي في المومنت ارم اللي هي المسافه من دي لاو من الفورس لاو، بلس اي اي بي بلس المسافه من الفورس لاو، يبقى معنى كده ان انا بجيب التوتال تورك بتاعي، تمام. طب هو المسافه دي مش احنا اتفقنا انها بتساوي بي اوفر 2؟ يبقى بي اوفر 2، بي اوفر 2 مش هي بتساوي البي؟ يبقى معنى كده ممكن اقول انها بتساوي اي في اي سمول في بي سمول في البي الكبيره. الاي هو الكرنت، الاي سمول هي طول الضلع بتاع الورق اللي اسمه ايه، والبي هي طول الضلع بتاع الورق اللي اسمه بي، في البي الكابيتال اللي هي مين؟ الماجنتيك فيلد بتاعتي، تمام. الاي في البي مش ده الطول في العرض وده ريكتانجولر، يبقى ده مش بيمثلوا لي الاريا بتاعت اللوب دي، تمام. يبقى من هنا جت ان التورك بتاعي بيساوي اي اي بي. طب افرض ان انا ما عنديش لوب واحده بس، افرض ان انا عندي كذا لوب، يبقى في الحاله دي عشان كده حطيت اي ان. يبقى هنا لما اقول لك انها بتساوي اي اي بي ان او بيان اللي انت كنت واخدينها زمان، يبقى معنى كده ان دي عباره عن ايه؟ ده قيمه التورك بتاعي. الان هي نمبر اوف لوبس، البي الماجنتيك فيلد اللي هو بيتقاس بوحده التسلا، الاي هي الاريا بتاعت اللوب وهي بتتقاس بوحده المتر سكوير، وفي الاخر الكرنت اللي هو الاي اللي بيتقاس بالامبير. نخلي بالنا ان في الاخر التورك عباره عن نيوتن متر، تمام، اللي هي بنضرب الفورس في المومنت ارم، يبقى انا بضرب فورس في مسافه اللي هي ايه؟ نيوتن متر، هي دي الوحده بتاعه قياس التورك. طيب هنا تعالوا نشوف اخر بروبلم هنحله خلال الليكتشر دي، وده بروبلم ابلكيشن على تورك. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عندك ريكتانجلر كويل الدايمنشن بتاعتها 5.4 سنتيمتر و8.5 سنتيمتر، وطالما قال لك ريكتانجلر وعطاني الطول والعرض يبقى كده عطاني معلومات كافيه عشان اقدر احسب مين الاريا، تمام. بس نخلي بالنا ان هو جيفن هنا ان سنتيمتر، فبالتالي لازم احولها لمتر، دي اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك ان الريكتانجلر كويل دي كونسيست اوف 25 تيرنز، يبقى مين ال 25 ده؟ اللي هي الان العدد اللفات اللي موجوده عندي. اند كاري ا كارنت شايله تيار قيمته 15 ملي امبير، يبقى 15 ملي امبير ده الكارنت الاي بتاعتي، ولكن ايه ملي، فبالتالي لازم احوله في 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 عشان يبقى ان امبير، تمام. وقال لك ان ده موجوده اصلا في ماجنتيك فيلد بي بيساوي 0.35 تسلا، تمام. فعايز يحسب الماجنتيود بتاعه الماجنتيك دايبول مومنت اوف ذا كويل اول حاجه، وتاني حاجه الماجنتيود اوف ذا تورك اكتنج اون ذا لوب، تمام. يبقى عايز يحسب ماجنتيك دايبول مومنت اوف ذا كويل، وعايز يحسب بعد كده الماجنتيود اوف ذا تورك اكتنج اون ذا لوب. احنا دلوقتي كلنا عارفين ان انا دلوقتي لو عايز احسب التورك هقول ان هو بيساوي بي اي اي ان، تمام. بصوا بقى اي اي ان عطوها سامبل اسمه ميو اللي هي زي يو كده، تمام، وسموها ماجنتيك دايبول مومنت، تمام. يبقى لما اجي اقول لك ماجنتيك دايبول مومنت ده هيكون رمز ميو، وده هيساوي اي اي ان،
تمام. يبقى هل انا عندي الاي؟ ايوه 15 ملي امبير. هل عندي الاي؟ ايوه اعطيني 5.4 سنتيمتر و 8.5 سنتيمتر يا حضره بالطول في العرض، وهحول الوحدات يجيب لي الاري. طب هو اعطيني الان؟ ايوه اعطيني 25 لفه. يبقى معنى كده ان انا لو حسبت الاي في الاي في الان هقدر احسب مين؟ هقدر احسب الميو اللي هو عايزني احسبها، تمام. طيب وبعد كده عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب التورك. طب هو مش التورك بيساوي بي اي اي ان؟ طب الاي اي ان دي لوحدها سميتها ميو، مش كده؟ ممكن اقول ان التورك بتاعي بيساوي بي في ميو. البي ده مين؟ اللي هو الماجنتيك فيلد اللي هي 0.35. فالقيمه اللي انا طلعتها من شويه للميو هيطلع لي قيمه مين؟ قيمه التورك اللي بيأثر عندي، تمام. طيب التورك ده هنا بيتقاس بوحده اسمها ايه؟ نيوتن متر. دلوقتي احنا هنتكلم على اخر تايتل من التايتلز بتاع الشابتر ده اللي هو التورك. ازاي اقدر احسب التورك اللي هو ناتج عن وجود كارنت لوب موجوده في ماجنتيك فيلد؟ في الاول كده هنيجي نبص على الفيديو اللي موجود قصادنا، هنلاقي ان انا عندي هنا الماجنتيك فيلد لاينز ممثله بخطوط لونها ازرق وموجوده هنا ومكتوب عليها حتى بي، تمام. وعندي في النص عندي كارنت لوب ومتوصله بالبوزيتيف والنيجاتيف بتاعه باتري علشان خاطر تولد فيها الكارنت. وانس ان اتولد الكارنت اللي موجود عندي ده هيمشي في اللوب، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيتاثر بفورس، تمام. ولكن كل ضلع من الاضلع بتاعه الواير ده هيتاثر المفروض بفورس، ولكن لما يكون الضلع ده يكون بارلل لاتجاه الماجنتيك فيلد لاينز يبقى معنى كده في الحاله دي مش هيكون عندي فورس، لان احنا اتفقنا ان الفورس بتساوي ايه؟ بي اي ال ساين زيتا، وزيتا دي هي الانجل اللي بتوين مين ومين؟ بتوين الكرنت او اتجاه الواير بتاعي واتجاه الماجنتيك فيلد، تمام. فبالتالي لما الانجل بتاعتي دي هنا هتساوي صفر يبقى معنى كده الاثنين بارلل، يبقى مش هيبقى عندي اي فورس. يبقى بمعنى اصح عشان كده انا بقى عندي فورس في ضلعين الاثنين اوبوزيت لبعض، والتو فورسز دول كل واحده اوبوزيت للثانيه، فبالتالي واحده تتحرك لفوق والثانيه تتحرك لتحت، فبالتالي كان الواير لوب دي بيحصل ايه؟ بتتحرك، تفضل تتحرك كده عندي، واحده لفوق واحده لتحت، تفضل ايه؟ تتحرك عندي. وهو ده فكره بالظبط الموتور اللي موجود هنا، تمام. يبقى انا عندي انا واير لوب موجوده في ماجنتيك فيلد، ايه اللي هيحصل؟ هيمر كارنت. الكارنت لو اللوب دي متوصله بباتري هيمر فيها كارنت، الكارنت اللي هيمر عندي ده هيولد فورس، تمام. هتتاثر يعني الواير ده هيتاثر بالفورس اللي ناتجه من الماجنتيك فيلد.